بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب بيالي ريكومبوندر، ونستكمل مع جانو سانسوان إي بيير سوانيو لو فوكابيلار. من أول الكلمات التي سنرى لا كوفرتور، نتكلم عن الغطاء أو نتكلم عن الغلاف. الغلاف أو الغطاء يسمى لا كوفرتور. ممكن نتحدث عن غطاء السرير كما عندنا هنا، ممكن نتحدث عن غلاف الدفتر أو غلاف الكتاب يسمى لكوفرتور. هناك أشياء كثيرة يكون لها دور الغطاء نسميها لكوفرتور. طبعا الفعل اللي عنده علاقة بهذا لكوفرتور كما رأينا هو لو فيرب كوفرير. سي لو فيرب كوفرير يعني فعل غلافة أو غطى إلى غير ذلك. إذا عندنا مثلا هنا لكوفرتور، nous avons des exemples comme nous le voyons. On a le premier exemple. Le lit est couvert. Le lit est couvert. السرير est couvert. هو مغطى. طبعا كما تنشوف بأنها صيغة مبنية للمجهول. On a la voix passive. On a ici la voix passive. إذا عندنا هنا المبني للمجهول كما نقول. لماذا؟ لأن لو فيرب كوفغيغ تعني غلافة. هنا تنتكلم على لو لي بأنه هو مغلف. إذا نتكلم عن صيغة مبنية للمجهول. Le lit est couvert. Le deuxième exemple, il y a une couverture sur le lit. هناك غطاء sur le lit فوق sur le lit فوق السرير. Il y a une couverture sur le lit. Sur le lit. هناك غطاء كما نقول غلاف sur le lit فوق السرير. La table de nuit. La petite table qui est à côté du lit. إذا نتكلم عن المائدة الصغيرة التي هي à côté du lit بجانب السرير. à côté يعني بالقرب أو بجانب، du lit بجانب السرير. إذا نتكلم عن تلك المائدة الصغيرة التي نضعها بالقرب من السرير تسمى la table de nuit. مائدة الليل. لو troisième mot un cadeau هدية. النوال بمناسبة رأس السنة. عند النصارى طبعا les enfants reçoivent des cadeaux. الأطفال يتلقون des cadeaux، يتلقون هدايا. les enfants reçoivent des cadeaux. À Noël les enfants reçoivent des cadeaux. les enfants reçoivent des cadeaux. الأطفال يتلقون كما نقول أنهم يستقبلون دي كادو، يستقبلون يتلقون هدايا. ممكن أننا نقول أحيانا مثلا نتكلم عن فرنسا مثلا لو بريزيدون دو لا ريبوبليك. إذا نتكلم عن رئيس الجمهورية غوسوا تو لي شيف دو بارتي، أنه يستقبل تو لي شيف دو بارتي كل رؤساء الأحزاب. إذا ممكن أننا نستعمل لو فيرب سوفوار بمعنى استقبل. طبعا هنا عندنا يتلقى أنوال لي زونفون غوسواف دي كادو. ثم عندنا كون لونكل جان فيان أ لا ميزون إل أوفر أن كادو أ روني. كون لونكل جان فيان أ لا ميزون إل أوفر أن كادو أ روني. كون لونكل جان، عندما العم جان أو عندما الخال جان فيان أ لا ميزون، يأتي إلى المنزل. عندما يأتي إلى المنزل إل أوفر، هو يعطي. il offre كما نقول بأنه يمنح، أنه يمنح. un cadeau يمنح هدية. أغني لغني، أنه يعطي غني، يعطي هدية. quand l'oncle Jean vient à la maison il offre un cadeau à Ronnie. le mot suivant le soldat. نتكلم عن الجندي. le soldat الجندي. les enfants jouent avec de petits soldats. إذا الأطفال يلعبون avec de petits soldats، مع جنود صغار. جنود صغار، ولكن المقصود بها أن الأطفال يلعبون بجنود صغار. نتكلم عن الألعاب تماما كما ذكرنا فيما سبق. regardez les voilà ce sont des petits soldats. كما تنشوف هنا واحد مشات له الدراع، تاني مشات له الرجل، تالت مشى له الراس. إذا جانو هو اللي قام بهذ الأمور. طبعا جانو أنه لا يعتني بألعابه ولا بأدواته ولا بنفسه، إذا هو غير معتني. لو سولدا لي زونفون جو افيك دو بيتي سولدا.
وقعت ليماج، انظر الصورة تمام كما رأينا قبل قليل. لو سولدا لي زونفو جو افيك دو بيتي سولدا، لي زونفو جو افيك دو بيتي سولدا. وقعت ليماج. Ensuite on a le ballon est crevé. Le ballon est crevé. L'enveloppe en caoutchouc du ballon est percée. Et l'air passe maintenant par le trou. L'enveloppe en caoutchouc. إذا نتكلم عن الغطاء، طبعا أيضا نتكلم هنا عن الظرف كما نقول. بعد ما نتكلم على الانفلوب يعني الظرف ديال البريد، الظرف ديال الرسالة يسمى الانفلوب. إذا نتكلم عن الظرف بمعنى آخر نتكلم عن الغطاء كما نقول غطاء رسالة. إذا نتكلم عن الغطاء أو الظرف أون كاوتشو، هذا الغطاء من الكاوتشو من البلاستيك إن صح التعبير دي بالون، الخاص بالبالون إي بيرسي، أنه متقوب. طبعا نتكلم عن لوفير بيرسي، هذا فعل تقب، ومن كما ذكرنا فيما سبق لا بيرسوز، لا بيرسوز. إذا نتكلم عن المتقبة إن صح التعبير أو التقابة. إذا إليغ باس مانتونو باغ لو ترو، والريح باس أنه يمر مانتونو الآن، مانتونو الآن باغ لو ترو، يمر من خلال الثقب. لو ترو يعني الثقب أو الحفرة تسمى لو ترو. لو بالون إي كخوفي، إذا فيها ثقب. لونفولوب أون كاوتشو، الغطاء من الكاوتشو. دي بالون، الخاص بالبالون. إي بيرسي، أنه متقوب. إليغ باس مانتينو باغ لو ترو، والريح يمر الآن من خلال الثقب. أون نو بو بلو غونفلي سو بالون، أون نو بو بلو غونفلي سو بالون. إذا لا يمكننا أن ننفخ هذا البالون، لم يعد بإمكاننا نفخ، لم يعد بإمكاننا نفخ هذا البالون. أون نو بو بلو يعني ما عندناش هنا أون نو بو با، أننا لا نستطيع، بل عندنا أون نو بو بلو، أننا لم نعد نستطيع. غونفلي نفخة، غونفلي نفخة. سو بالون هذا البالون، لماذا؟ لأن به ثقب، كلما نفخناه سيخرج الريح من الجهة الأخرى وبالتالي لن ينتفخ. إذا ما بقاش يمكن لنا نقفلو هذا البالون، لماذا؟ لأنه متقوب. أبارتونيغ، إذا نتكلم عن إنتمى، أبارتونيغ هذا فعل إنتمى. أكي أبارتيان سي جوي، لمن تعود هذه الألعاب؟ لمن كما نقول تنتمي سي جوي هذه الألعاب، المقصود لمن تعود هذه الألعاب. أون بو دير أوسي أكي سون سي جوي، أون بو دير أوسي أكي سون سي جوي. إذا ممكن أننا نقول أيضا أكي سون سي جوي، لمن هي هذه الألعاب؟ أكي سون سي جوي، لمن تعود هذه الألعاب؟ كما نقول هنا، هنا عندنا لمن هي هذه الألعاب. ونسويت هنا لي فخاز، لي فخاز إذا عندنا الجمل. إيلزون لو ميماج، إيلزون لو ميماج، هم عندهم نفس السن. إيلسون ني لو ميم جور، إذا هم ولدوا، هم ولدوا، طبعا هم عندهم نفس السن المقصود بها. إيلسون ني لو ميم جور، هم ولدوا. طبعا هنا عندنا لو فيرب نيتخ، هنا عندنا لو فيرب نيتخ فعل ولد. إيلسون ني، إذا هم ولدوا لو ميم جور، في نفس اليوم. إذا هم ولدوا في نفس اليوم، وبالتالي هم عندهم نفس السن. إيلزون لو ميم آج، إيلسون ني لو ميم جور. إذا نقول أيضا إيلزون لي ميم فيتمون، هم عندهم نفس الملابس. إذا دائما نتكلم عن كلمة لمام أو بيان لمام أو بيان لمام، كما عندنا هنا على حساب الكلمة اللي غتجي من بعد منها، هل هي جمع، هل هي مفردة مذكرة أو مفردة مؤنثة. مثلا كلمة آج كلمة مذكرة سنقول لمام آج، كلمة فيتمون هي جمع سنقول لي ميم فيتمون، إيلزون لي ميم فيتمون، هم عندهم نفس الملابس. ثم عندنا كلمة كيلوت، ثم عندنا كلمة كيلوت هي كلمة مؤنثة سنقول لا ميم كيلوت، إيلزون لي ميم فيتمون، هم عندهم نفس الملابس. لا ميم كيلوت نفس السروال القصير، لا ميم فيست ثم نفس المعطف. مي إيل نون با لو ميم نو، ولكنهم إيل نون با لو ميم نو، ولكنهم ليس عندهم نفس الاسم.
كل طفل له اسم يخصه مختلف عن الآخر، ما إن نقلوا منه ولكنهم ليس عندهم نفس الاسم. ثم عندنا هذه الجملة les livres sont rangés en ordre، les livres sont rangés en ordre، en ordre. إذن الكتب أن رتبت في ترتيب، الكتب أن كما نقول صفت في ترتيب. Les livres sont rangés en ordre. إذن نقول مثلا l'enfant a mis ses livres en ordre. L'enfant a mis ses livres en ordre. الطفل وضع كتبه في ترتيب. L'enfant a mis ses livres en ordre. الطفل a mis أن وضع. كما تشوفون عندنا لو فيرب ميتر، ولكن ما عندناش لو فيرب ميتر كما هو، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل. شنو اللي سابقو؟ سابقو لوكسيليير افوار او بريزون، صرفنا قبل منه لوكسيليير افوار او بريزون. شنو تعطينا؟ تعطينا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل ميتر. اذا طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ميتر هو هذا. اذا لونفون امي، اذا الطفل ان وضع سي ليفر كتبه اون اوردر في ترتيب. ثم عندنا لي ليفر سون اون اوردر، الكتب هي ذاتها موجوده ان صح التعبير او كائنه اون اوردر في ترتيب. طبعا هنا عندنا لو فيرب اتر بصرف البريزون، لي ليفر سون اون اوردر، اذا الكتب هي في ترتيب. لو كونترير عكس هاد المعنى، لو كونترير العكس، إذن عكسها شناهو؟ اون ديزوردر، اون ديزوردر أن في غير ترتيب. إذن ممكن نقول عن شيء بأنه اون اوردر أنه في ترتيب، وممكن نقول عن هذا الشيء إلي اون ديزوردر هو في غير ترتيب. إذن تنقول بأنه ما مرتبش، إذن غنقولو سنقول عنه إلي اون ديزوردر هو في غير ترتيب، غير منظم. ثم عندنا سيتي سو كو مامون افي اون نونترون دون اون شامبر كما راينا. هل تعرف انت سيتي، هل انت تعرف؟ هنا كما ذكرنا عندنا لو فيغ سافوار، نقول جو سي، تي سي، إل سي، نو سافون، فو سافي، إل ساف، إل ساف. إذا في السؤال غنقلبوا الفعل مع الفاعل، سنقول سيتي، هل انت تعرف؟ أو هل أنت، أو هل أنت تعرفين؟ سو كو مامو افي الذي الأم رأت، هل أنت تعرف الذي رأت الأم؟ واش عرفتي شنو شافت الأم؟ اون نونترون بالدخول، طبعا كما رأينا فيما سبق، اون نونترون دون زين شومبر بالدخول إلى غرفة من الغرف. سيتو سو كو جي في، هل أنت تعرف أو هل أنت تعرفين سكو جيفي الذي أنا رأيت؟ هنا عندنا سكو مامو أفي، ماذا الأم رأت؟ هذه غنرجعها على حسابي أنا، هذا المعنى غيرجع لي أنا. سكو جيفي، هل أنت تعرف ماذا رأيت؟ سيتو سكو جيفي أون نوفغ ما فنيتخ، عندما فتحت النافذة. واش عرفتي شنو شفت ملي فتحت انا النافذه؟ سيتي سو كو جي في اون نوفرون ما فنيتر، هنا عندنا اون نوفرون فاتحا وانا افتح ما فنيتر نافذتي. واش عرفتي شنو شفت ملي فتحت النافذه ديالي؟ سيتي سو كو جي في اون نوفرون ما فنيتر، فاتحا نافذتي. طبعا هنا تنتكلموا على لو جيرونديف كما ذكرنا فيما سبق، عندنا هنا لو بارتيسيب بريزون ماشي لو بارتيسيب باسي بحال اللي شفنا هنا امي، هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل ميتر، ولكن لو بارتيسيب بريزون الخاص به هو ميتون او ميتون. اذا هذه الصيغه ستنتهي ب ان تي تماما كما عندنا هنا اون نوفرون. اذا عندنا هنا لو بارتيسيب بريزون، طبعا قبل منه اون، اذا تنحصلوا في المجموع على لو جيرونديف، لو جيرونديف بريزون. اذا غنتكلموا على واحد النوع من التركيبه الفعليه اللي في الغالب، في الغالب تفيد التزامنيه، وكما ذكرنا فيما سبق ممكن ان تفيد السبب
أو أمورا أخرى. إذن en ouvrant يعني فاتحا ma fenêtre نافذتي. Sais-tu ce que j'ai vu en ouvrant ma fenêtre؟ هل تعرف أنت أو هل أنت تعرفين ce que j'ai vu الذي أنا رأيت en ouvrant ma fenêtre فاتحا نافذتي؟ Sais-tu ce que j'ai vu؟ هل أنت تعرف ماذا أنا رأيت؟ En entrant en classe بالدخول إلى القسم. إذن دائما عندنا لو جيرونديف الخاص بالفعل. هنا عندنا لو فيرب أونتخي فعل دخل. Sais-tu ce que j'ai vu en entrant en classe؟ هل أنت تعرف ماذا أنا رأيت بالدخول إلى القسم؟ Sais-tu ce que j'ai vu؟ Sais-tu ce que j'ai vu en entrant en classe؟ ثم en me promenant dans la rue. إذا المقصود بها هنا sais-tu ce que j'ai vu en me promenant dans la rue. هل أنت تعرف ماذا أنا رأيت en me promenant dans la rue وأنا أتجول في الطريق وأنا أتنزه في الطريق en me promenant dans la rue متنزها في الطريق. ثم عندنا en allant à l'école بالذهاب إلى المدرسة. Sais-tu ce que j'ai vu en allant à l'école؟ هل أنت تعرف ماذا أنا رأيت بالذهاب إلى المدرسة وأنا أذهب إلى المدرسة؟ ثم عندنا Sais-tu ce que monsieur Leclerc a vu؟ هل أنت تعرف ماذا السيد Leclerc a vu أنه رأى en sortant de sa maison بالخروج من منزله؟ واش عرفتي شنو شاف السيد Leclerc وهو يخرج من منزله عند خروجه من منزله؟ Sais-tu ce que monsieur Leclerc a vu en sortant de sa maison؟ ثم عندنا l'élocution. élocution كما نقول خطاب. إذا نتكلم عن الخطاب أسلوب الخطاب l'élocution. عندنا السؤال الأول كما نلاحظ pouvez-vous raconter l'histoire de Renard؟ pouvez-vous raconter l'histoire de Renard؟ هل تستطيع أن تحكي l'histoire de Renard؟ قصة الثعلب. une vieille chèvre têtue est une jeune chèvre poulie. Pour traverser le fossé, la jeune chèvre attend avant de passer. Racontez l'histoire. Une vieille chèvre têtue et une jeune chèvre poulie veulent traverser le fossé. La jeune chèvre attend. La jeune chèvre attend avant de passer. Racontez l'histoire. Et dans l'indana, une vieille chèvre têtue. نتكلم عن معزة كبيرة في السن. Une vieille chèvre têtue. ثم عندنا تيتو عنيدة. تيتو كما نقول عنيدة. إن في شيفر تيتو إذا نتكلم عن معزة كبيرة السن تيتو أنها عنيدة. إن جون شيفر بولي ثم معزة شابة بولي كما نقول مؤدبة. فول ترافيرسي لو فوسي يريدان عبور الخندق. إذا عندنا معزتين على جانبي الخندق. إذا المعزتين هناك المعزة الكبيرة في السن إذي شيفا تيتو معزة كبيرة السن تيتو كما نقول عنيدة أنها عنيدة أنها تريد أن تفرض نفسها حتى ولو بدون حق حتى ولو بدون حق. إن جون شيفا بولي ثم عندنا معزة شابة إن صح التعبير لازالت صغيرة بولي. بعد مرات نتكلم على لابوليتيس أحيانا نتكلم عن لابوليتيس إذا نتكلم عن الأدب. بولي أنها مؤدبة. فول ترافيرسي لو فوسي إذا هما الإثنان يريدان ترافيرسي لو فوسي عبور الخندق. لا جون شيفر أطون أفون دو باسي. إذا المعزة الشابة إن صح التعبير أطون أنها تنتظر. طبعا هنا عندنا لو فيرب أطوندغ هنا إيسي لو فيرب أطوندغ كونجيكي أكيل طون بيان سور conjugué au présent. إذن هو مصرف في البريزون. La jeune chèvre attend. إذن المعزة الصغيرة صح التعبير attend أنها تنتظر avant de passer قبل المرور. إذن هي تنتظر قبل المرور. تنتظر ماذا؟ تنتظر عبور المعزة الكبيرة السن العنيدة. إذن هي لا تريد أن تدخل معها في صراع. Raconte l'histoire احكي القصة. إذن احكي لنا قصة عن هاد المعزتين. إحداهما أنها عنيدة
والتاني أن مؤدبة. إذن هذه الماعز المؤدبة انتظرت حتى مرت الماعز العنيدة، وهكذا فهي تجنبت صراعا كالذي حدث بين المعزتين والذي رأينا قصتهما. إذن عندنا أولا كما قلنا pouvez-vous raconter l'histoire de renard؟ pouvez-vous raconter l'histoire de renard؟ هل يمكنكم حكاية قصة لغونار، قصة الثعلب؟ Une vieille chèvre têtue et une jeune chèvre polie veulent traverser le fossé. La jeune chèvre attend avant de passer, raconter l'histoire. Tumanunhina, la conjugaison. Reconnaissance du passé simple dans le texte lu. Idan ta'arruf ala le passé simple, ala had al-nou' min al-sarf. Taba nitkelmouna ala le passé simple. Idan indana madi basit. لماذا هو ماضي بسيط؟ طبعا لأننا سنصرف الفعل بدون مساعدة لوكسيليار أفوار أو لوكسيليار إتر. إذن هذا الزمن عنده لترمينيزون ديالو، أن تنضاف إلى الفعل. الفعل الأصلي هو الذي سيطرأ عليه تغيرات في آخره حسب كل ضمير. reconnaissance du passé simple dans le texte lu. إذن التعرف على le passé simple dans le texte lu في النصوص المقروءة. عندنا هنا لي، هذا لو بارتيسيب باسي دو فيرب ليغ، دو فيرب ليغ، هذه عندها علاقة بلو فيرب ليغ، فعل قراءة، فيغ أوبسيرفي، سون لي كومونتي، لي فورم سويفونت. إذا من خلال هذه الفقرتين كما عندنا هنا، سنحاول التعرف على لو باسي سامبل. إذا فيغ أوبسيرفي سون لي كومونتي، لي فورم سويفونت. فيغ أوبسيرفي العمل على ملاحظة سون لي كومونتي بدون التعليق عليها. لي فورم سويفونت الأشكال التالية. إذا طبعا سنبحث عن أشكال تعبر عن لو باسي سامبل. إذا عندنا تيكست نيميرو 9 أن بوتي نياج غري أغيفا. إذا نتكلم عن غمامة صغيرة رمادية أغيفا أنها تصل. طبعا لو فيرب أغيفي هنا مصرف أو باسي سامبل كما عندنا هنا. عندنا لو فيرب أغيفي مصرف أو باسي سامبل. ثم عندنا لو سيال سوكوفري دو نياج، السماء سوكوفري كما نقول أنه يتغطى، دو نياج من الغمام. عندنا لو فيرب سوكوفري كونجيغي أو باسي سامبل. إذا عندنا فعل تغطى مصرف لو باسي سامبل. ثم عندنا لا بلو سومي أتومبي، لا بلو سومي أتومبي. إذا المطر سومي أخذ في أتومبي. سمي أ أنه أخذ في طومبي، أخذ في السقوط. لا بلوي سمي أطومبي، لا بلوي سمي أطومبي. إذن المطر بدأ في السقوط. ثم عندنا لا فلور سو فيرما. إذن نتكلم عن الزهرة سو فيرما أنها تغلق، أنها تنغلق. عندنا لو فيرب سو فيرمي كونجيغي أو باسي سامبل. ثم عندنا لارفغ ليسا طومبي سي فوي، لارفغ ليسا طومبي سي فوي. الشجرة ليس طومبي أن تترك طومبي، تترك سقوط. إذا الشجرة أن تترك سقوط، سقوط ماذا؟ سيفي سقوط أوراقها. إذا الشجرة كأنها تسمح بسقوط أوراقها. لارف ليس طومبي سيفي، الشجرة ليس طومبي أن تترك سقوط سيفي سقوط أوراقها. لي غونديل سون فولا، لي غونديل سون فولا. إذا نتكلم عن السنونو، طائر من الطيور السريعة. لي غونديل السنون سونفولا أنه يطير. طبعا عندنا لو فيرب سونفولي كونجيغي أو باسي سامبل. هنا إيسي لو فيرب سونفولي كونجيغي أو باسي سامبل. تكست نيميرو 14. إذا عندنا النص رقم 14 البس على طيت تحني الرأس. إذا هي تخفض رأسها البس على طيت. ثم Elle donne un coup de corne. ثم تعطي ضربة قرن، مقصود بأن تضرب بقرنها. Elle donne un coup de corne، هي تعطي ضربة de corne من القرن. Savez-vous ce qui arrive؟ هل أنتم تعرفون ماذا حصل؟ Savez-vous ce qui arrive؟ هل تعرفون ماذا حصل؟ Elle souffre mal. عندنا le verbe souffrir au passé simple. Elle souffre mal. Elle souffre mal. هن فعلن لأنفسهن سوءا. إذا كل واحدة مثلا أن كادت للأخرى. إل سوفيغ مال. إذا كل واحدة أضرت بالأخرى. إل سوفيغ مال. ثم في النهاية عندنا إل غومونتيغ.
الكومنتير هم أسعدوا أو ساعدوا. إذا هذا فيما يخص هذا النص، نلتقي في فقرات قادمة مع نصوص أخرى. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.